اليوم نلقاو روحنا ملمومين في مؤتمر نزاهه او فضاء النزاهه للمره الثانيه على التوالي، اللي هي تندرج ضمن تظاهره شهر ضد الفساد. بالنسبة لمنظمة أنا قد ما تحتفلش بيوم العالمي محاربة الفساد في يوم بركة اللي هو يوم 9 ديسمبر 2017 هذا مثلا اللي تعدى، ولكن بالعكس منظمة أنا قد تحاول اللي هي تخصص شهر كامل ضد الفساد اللي تحاول باش تشارك فيه فئات مختلفة في محاربة الفساد. التظاهرة هذه تضم العديد من الندوات العلمية الأكاديمية، نلقاو العديد من المسابقات باش نوصلوا زادة للجان اللي مغرومين معناها واللي موهوبين، نستغلوا الموهبة نتاعهم والغرام نتاعهم باش يوظفوهم في تيم مهم برشا اللي هو محاربة الفساد. التظاهرة نتاعكم مهمة لأنها أخذت جيل جديد، جيل شباب، هذا مهم ياسر أنكم تربيوا جيل على المفهوم هذا والثقافة هذه، لأن الجيل اللي سبق تفريس ضربوا فيروس اللي ما تنجمش باش تتخلص منه، دونك الأمل يبقى في الجيل الجديد أنه يتربى على ثقافة مقاومة الفساد. هذه التظاهرة هي تظاهرة أنا نعتبرها متوجهة لشباب تونس الكل، اللي هما اليوم عندهم دور بناء للوطن متاعنا احنا، واليوم يتسنى لهم البناء هذية من خلال مكافحة حاجة ظهرت برشا بالبلاد التونسية إداريا وماليا وحتى سياسيا اللي هي الفساد. أنا أرى اللي الحملة تصبح حرب حقيقية حين نتجه نحو المنظومة، و نتجه نون الجمع بطبيعة الحال تعنينا نحن كهيئة، تعنيكم انتوما كمجتمع مدني، تعني الطرف الحكومي، تعني الطرف التشريعي، تعني السلطة القضائية، وقت اللي كل مع بعضنا جهودنا تبدأ منسقة في اتجاه ضرب المنظومة، المنظومة اللي هي مجموعة من القوانين، مجموعة من الترتيب، مجموعة من التقاليد الإدارية، الحزمة من العقليات اللي هي متشكلة واللي قاعدين نشوفوا فيها ما زالت معناها موجودة على مستوى الإدارة وحتى على مستوى سلطة القرار. اليوم كي تجي تقول لي نحارب الفساد نصدق على عيني وراسي، لما كنشوف تعييناتك نتاكد بلي انت خطيك الحرب على الفساد، فبالتالي من الاول استبشرنا كما تونس الكل بالحرب على الفساد، اذا قلنا اذا عندنا دور نجموا نلعبوه في المساهمه مرحبا، ولكن للاسف ما نجموش نصدقوك كيوسف الشاهد وانت تدعي الحرب على الفساد وقت اللي نشوفوا التعيينات الاخيره اللي صارت. الحل عند القضاء، السيد القضاة يتحملوا مسؤوليتهم، نعرف الامكانيات محدوده ولكن اليوم الحل لدى القضاء، يضر القضاء عندها سنوات منشوره لدى المحاكم، يلزم اليوم يتم البت وبسرعه في مجموعه من سميها من امهات القضايا تاع الفساد اللي بعدهم المنظومه الكل تتفكك، اما باش نواصلوا هكا راهو ما عادش عندنا علاش ندلوا، الوضع صعيب صعيب صعيب، وكما نقول لك الوقفة الزنقه قبل هارب. اليوم لازم نسمع صوت الحكومه، وجاء السيد مهدي بن غربيه للاسف لظروف صعيبه ما نجمش يكمل معنا ليفينمون الاخر، لكن كما قلت معناها ما نحبوش يكون مونولوج اللي المجتمع المدني يقدم الطرح نتاعو، جاء ممثل على الحكومه مرحبا به، ولكن كما قلت معناها راهو التعامل مع الفرد لن ينينا ولن يجعلنا نتصرف معه نوعا ما بالمجامله خاطر وجانا، اذا يوما ما فما اي ملف ضد السيد مهدي بن غربيه او اي وزير مستعدين نقبلوه مستعدين نخدموا عليه واكيد باش ننشروه.